مين أجمل، ياسمين صبري ولا رانيا يوسف؟ ياسمين صبري طبعا. ياسمين صبري. مريهان حسين ولا غادة عادل؟ لا مش عارفة، لازم أختار حد طبعا. غادة. روجينا وهيفا. لا انت حطيت لي الاثنين مع بعض ليه؟ ما هو خد هيفا. هيفا. نعمل بقى التصفيات، عندنا ياسمين صبري، ياسمين صبري، رانيا، مريهان. قلتي مريهان ولا غادة وهيفا؟ غادة وهيفا. ثلاثة اختاري. ياسمين صبري طبعا. خش لها بقى بالسؤال. ياسمين صبري ولا هبة السيسي؟ انا مش هختار. ما هو ما ينفعش يا جماعه تطلعوا تسالوني ياسمين صبري ولا هبه السيسي على ياسمين صبري. يا هبه انت ملكه الجمال. ياسمين صبري. ياسمين صبري. ما ينفعش، اصل ده غرور بقى، اللي هو انت تطلع تتكلم عن شخصك او تقول انا اجمل من فلان او اجمل. طيب يعني ده من قلبك مش يعني، انا عارف ان انت عندك متواضعه وجميله وكنت ملكه جمال في يوم من الايام بتمشي على الريد كاربت. تعبت. انا هبه السيسي. انا اسف احنا مش مكمل السؤال. تحتي اتبسطت كده؟ مبسوط. لا وكده كده كل زمايلنا جمال ولطافه ومفيش اي مشكله، بس احنا دي بنلعب يعني. اكيد انا بنتسلى شويه فيها. يا باشا اتسلى يا باشا براحتك، البيت بيتكم. طيب بمناسبه بقى ملكه جمال وان انت مشيتي في الموضوع وكان في بروباجندا كبيره، هل انت قابلتي سلبيات كتيره في الوقت ده بعد قلبت حالك من حياه لحياه، من هبه عاديه لهبه السيسي وبقت معروفه وبقت مشهوره وبقت في كل حته، في سلبيات قابلتيها صح؟ لا مفيش سلبيات؟ لا 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 ما كانش. ما ولا يعني نفسك؟ لنفسي؟ نفسك نفسها أثرت عليكي مع الشهرة والحاجات دي؟ لا بالعكس، كنت في لا بالعكس مبسوطة، كانت كل حاجة كويسة، ما قابلتش بصراحة سلبيات. بس انت لو عايزني اقولك سلبيات ممكن نخترع سلبيات. لا نخترع. لا أولا نخترع هنملة. انا عارف يعني، ما عرفش حاسك يعني اللي انت عاوز. لا لا لا، مناسبة السلبيات. انا هقصر.